يسرنا الآن أن نستهل السلسلة اليومية للشارع الدبلوماسي خلال أسبوع الاجتماعات السنوية للجمعيات العامة بلقاء حصري مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا. السيد سيرجي لافروف وزير خارجية الاتحاد الروسي، نرحب بكم يا سيدي في قناة العربية. شكرا. أود أن أستهل بسؤالكم يا سيدي عن جملة من المواضيع، وموضوع ليبيا يأتي في مقدمتها، لأن التهديد باحتمال اندلاع حرب إقليمية من سيرت لا يزال يلوح في الأفق إلى درجة كبيرة، وقد سمعنا في هذه الآونة عن اتفاقات تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا حول وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا. إذا كان هذا هو واقع الحال، هل لكم أن تشرحوا لمشاهدينا بطريقة مفصلة حول الجهود الروسية لتنفيذ وقف إطلاق النار؟ حسنا، ليبيا ليست مثار قلق لروسيا وتركيا فقط، ليبيا هي صداع فظيع لجهات دولية كثيرة، وقد بذلت جهود دولية كثيرة على مر السنوات الخمس الماضية تقريبا من قبل عدة دول في أوروبا وأماكن أخرى في المنطقة في محاولة لإنهاء الحرب والتخلص من الكارثة التي تسبب بها عدوان حلف الناتو عام 2011 في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن. الدولة الليبية التي دمرت من قبل العدوان لا تزال تلملم شتاتها، وروسيا وتركيا من بين تلك الدول التي ترغب بالمساعدة، وروسيا ومنذ البداية وخلافا للجهات الخارجية كثيرة أقامت وحافظت على اتصالات مع كل طرف من الأطراف الليبية ومع كل السياسيين الليبيين، سواء كانوا في طرابلس أو طبرق أو بنغازي أو سرت وفي أماكن أخرى، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتعزيز ما نرغب جميعنا برؤيته، وهو تحديدا عملية سياسية بقيادة ليبية تتوج بإعادة الدولة الليبية وإيجاد حل لكافة القضايا المتعلقة بمستقبل ليبيا بناء على مصلحة العناصر الثلاثة المكونة لهذا البلد. وبالإضافة إلى روسيا، هناك فرنسا وإيطاليا والإمارات الذين وفي مراحل مختلفة من الدراما الليبية شاركوا في تعزيز نوع من الحوار، وتم أداء دور مهم من خلال مؤتمر برلين الذي تبنى بيانا تمت المصادقة عليه في النهاية الأمر من قبل مجلس الأمن. ومؤخرا ولا بد من الإشارة أيضا إلى بيان القاهرة الذي حظي بتأييد من صالح وحفتر، ومن ثم كانت هناك مبادرات لصالح وسراج حول وقف إطلاق النار. وفي حقيقة الأمر إنها رغبة وجهود من الأطراف الليبيين أنفسهم التي ترغب روسيا وتركيا بمساندتها وتشجيعها، كما أن المشاورات التي جرت قبل عدة أيام خلت في أنقرة بين الدبلوماسيين الروس والأتراك وممثلين عن وزارتي الدفاع ترمي إلى مساعدة الأطراف في تعزيز وقف الأعمال القتالية التي حدثت بحكم الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتهدف المشاورات لجعل تلك الجهود مشروعة وقانونية، وآمل أننا سوف نستطيع أن نحقق النجاح جميعا. هناك بعض الدول التي لا تريد أن تنتهي الأزمة الليبية كما يتمنى الليبيون، ولا تزال ترغب بأن تلعب بالكرت الليبي والألعاب الجيوسياسية، لكنني آمل أن تركز كافة الجهود الدولية والأوروبية والإقليمية بصدق على الأجندة الإيجابية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين. إذن أفهم منكم بأنكم لم تتوصلوا لهذه الاتفاقيات ولم تستكمل، لكن هل سيكون هناك أي ضمانات لوقف إطلاق النار من أي جانب بمجرد إبرام تلك الاتفاقيات؟ يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق من قبل الأطراف الليبية أنفسهم، وروسيا وتركيا يمكنهما فقط بذل المال
المساعي الحميدة لإقناع الأطراف ولتعزيز المواقف على الأرض بحيث لا يتم استئناف القتال، ومن ثم العودة إلى تنفيذ أجندة برلين بما في ذلك اللجنة العسكرية 5+5 وتشمل قضايا اقتصادية وأولها حل مشكلة النفط وبطبيعة الحال الإصلاح السياسي والانتخابات الدستورية وما إلى ذلك. هل تمت مناقشة وضع آلية منصفة لتصدير ومشاطرة عائدات النفط بين الأطراف الليبية دون أي تدخل أجنبي؟ تمت مناقشة هذا الأمر من قبل الأطراف الليبية، وأثير هذا الأمر خلال الاتصالات التي جرت بين الصالح وسراج، وتجري مناقشة هذا الأمر حاليا مع الأطراف في طبرق بمن في ذلك ممثلو الجيش الوطني الليبي. إن كل ما نفعله هو تشجيعهم للجلوس والاتفاق حول كيفية مشاطرة الموارد الطبيعية التي حباهم الله والتاريخ بها. هل تؤيد روسيا طلب فرض حظر كامل للسلاح على جميع الأطراف في ليبيا ورحيل كافة القوات الأجنبية من ليبيا؟ لا نستطيع تأييد هذه المطالبة لأننا دعمنا قرار مجلس الأمن الذي وضع دون أي مطالبات بفرض حظر إلزامي على أي واردات للأسلحة إلى ليبيا وأي واردات أسلحة من ليبيا، ويطالب بفرض حظر السلاح هذا، وعلى الجميع أن يحترم ذلك. وهذا ما تم إعادة التأكيد عليه في مؤتمر برلين، وتطوع الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص بتأسيس عملية جديدة لإيريني، ويطالب بمراقبة تنفيذ حظر السلاح هذا على أسس صارمة وبناء على متطلبات قرار مجلس الأمن. وإلى هنا قد وصلنا، وعلى الجميع أن يحترم ذلك. ماذا بشأن احترام مطالبة الليبيين وجهات دولية كثيرة بشأن رحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا؟ يتوقف الأمر على ما تقصده بمطالبة الأطراف الليبية. فهناك حكومة شرعية إنجاز التعبير في طرابلس، وهناك برلمان شرعي في طبرق، وما لم وإلى حين قيام جميع الليبيين ليس فقط من برقة وطرابلس ولكن أيضا من فزان، ما لم يقوموا بالاتفاق على رغبتهم في كيفية دفع عجلة البلاد نحو الأمام والاتفاق على الإصلاحات السياسية وتقاسم السلطة، سوف يكون من الصعب أن نفهم من يمثل الحكومة الليبية الشرعية ومن يجب أن يقرر بصورة شرعية بأنه يتوجب على القوات الأجنبية أن تغادر البلاد. لذا وقبل أن نعالج التداعيات الأزمة الحالية التي بدأت عام 2011 بعدوان حلف الناتو، لابد لنا أن نتغلب على المخلفات التي تركها الناتو في ليبيا، وأن نقوم بإعادة الدولة الليبية، ومن ثم ستقرر الدولة الليبية المستقلة وذات السيادة من هو مرحب به ومن هو غير مرحب به على أراضيها. أود أن أنتقل إلى موضوع إيران يا سيدي. مشكلة رفع حظر السلاح عن إيران في 18 أكتوبر 2020 يمكن أن تفضي تماما إلى سباق تسلح في منطقة الخليج. إذا ما استطاعت إيران شراء السلاح فسوف يكون هناك سباقا وأكثر سوءا مما نشهده الآن. أشار وزير خارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات على من يخالف حظر السلاح، ووفقا ما قاله بأنه سوف ينتهي في 18 أكتوبر. وهناك تقارير تفيد بأن الرئيس ترامب سوف يصدر أمرا تنفيذيا يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على أي أحد أو طرف يقوم بانتهاك حظر الأسلحة التقليدي على إيران. ما هو رأيكم يا شيخ؟ لا يوجد أي شيء يدعى بحظر السلاح على إيران. مجلس الأمن وعندما تبنى القرار الشامل 22-31 الذي صادق بموجبه على خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي قامت بتسوية مشكلة الملف النووي الإيراني، وتم اعتمادها بتوافق الآراء بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، إذ ذكر مجلس الأمن في ذلك القرار أن توريد السلاح إلى إيران ومن وإلى إيران سوف يخضع للنظر من قبل مجلس الأمن، وأنه بحلول 18 أكتوبر 2020
فإن النظام هذا النظام الخاص بالمبيعات إلى إيران سوف يتوقف، وما من فرض لحظر السلاح، ولن يكون هناك قيود أيا كان نوعها بعد انتهاء ذلك الإطار الزمني الذي حدده مجلس الأمن. لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن الأمريكيين لأنهم يقولون أشياء كثيرة مضحكة، لكنني أعلم أمرا واحدا مؤكدا، هو أن الأمريكيين، وكما عكف مندوبيهم على تأكيد ذلك رسميا باستمرار، بأنهم لا يزالوا يشاركون في خطة العمل الشاملة المشتركة بسبب القرار 22-31، ولا يسعني إلا أن أذكرهم بأنه يجب عليهم احترام التسلسل الهرمي في الإدارة الأمريكية، لأن سيدهم الرئيس ترامب شخصيا قد وقع على قرار رسمي انسحبت بموجبه الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. ويقول أن الأمريكيين اعتادوا أن يكونوا شركاء متساويين في خطة العمل الشاملة المشتركة، الأمر الذي انتهى منذ ذلك الحين. لكن كما تعلمون بأنهم يحجون بأن قرار 22 هو قرار أممي صادر تحت الفصل السابع وملزم على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تعلم أنهم يريدون مخالفتي وتحدي المثل الإنجليزي الشهير، وهو بأنهم يرغبون بالحصول على كعكتهم وتناولها أيضا. فهم رسميا تركوا خطة العمل الشامل المشتركة، وينص قرار مجلس الأمن 22-31 على أي إجراء يتم اتخاذه من أجل إعادة نظام العقوبة يتم الشروع به من جانب أي عضو في خطة العمل الشامل المشتركة، وهم لم يعودوا أعضاء في هذه الخطة. وإذا استمروا بالتهديد بمعاقبة من يتعاونون مع إيران على الأسس الثابتة للتنفيذ الصارم لشروط القرار 22-31، فإنني لن أكون مندهجا، لأنهم يقومون بفرض هذه العقوبات في كافة أنحاء العالم لأي سبب من الأسباب، وأحيانا بدون أي سبب. ولطالما كنت أدرك بأن الفيل هو رمز للحزب الجمهوري، لكن رجاء لا تكونوا كالفيل الذي يدخل إلى متجر مليء بمواد البورسلين القابلة للتكسير. سامحني سيد لافروف، لكن هل المشركات الروسية والمصارف الروسية مستعدة لمواجهة العقوبات الأمريكية؟ كما أسلفت الذكر، فإن الأمريكيين قد فقدوا أي موهبة من مواهب الدبلوماسية لسوء الحظ، فقد اعتادوا أن يكون لهم خبراء متميزين. ما يفعلونه الآن في مجال السياسة الخارجية وهو فرض المطالب على الطاولة، سواء كانوا يناقشون موضوع إيران أو أي شيء آخر. وإذا قال لهم شريكهم حسنا لا أستطيع أن أنفذ ما تطلبون فلنتفاوض، فهم لا يفاوضون، بل يقدمون الإنذارات ويحددون الآجال الزمنية ويفرضون العقوبات، ومن بعدها يجعلون العقوبات خارج الحدود الإقليمية. لذا فإن كل ما أستطيع أن أقوله بأنه أمر غير مشروع على الإطلاق أن يتم تبني عقوبات أحادية الجانب لم ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. للأسف أصبح هذا الأمر معدن، وأضحى الاتحاد الأوروبي ينخرط رويدا رويدا في نفس الحيل التي طرحتها الولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية تقريبا، لأنه لا تنسى بأن كل الأمور بدأت في عهد الرئيس أوباما. كل تلك العادات الخاصة باللجوء إلى فرض العقوبات دون أي سبب على الإطلاق، كلها قد بدأت قبل تنصيب الإدارة الحالية، ولا يسعني القول إلا إذا كانت على سبيل المثال شركات الدول الأجنبية سوف تنفذ العقوبات، فأنا لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن تلك الشركات التجارية، فهي لها تقييمها الخاص. لكن من الواضح بصورة مطلقة أن العقوبات الأحادية الجانب غير قانونية وغير شرعية، وفي هذا الخصوص يمكنك قراءة عدد من قرارات الجمعية العامة. هل الحل السياسي لا يزال قابلا للتطبيق في سوريا في هذه الظروف؟ عدت للتو من دمشق، حيث كنت برفقة نائب رئيس وزراء روسيا الذي ناقش خلال تلك الزيارة آفاق التعاون الاقتصادي، وأنا ناقشت
الجزء السياسي المتعلق بالوضع الحالي. لا أعتقد بأن أي شخص يتحدث إلى الرئيس الأسد وإلى وزرائه يمكن أن يخلص إلى نتيجة مفادها بأن حكومة الجمهورية العربية السورية تعتمد بصورة حصرية على الحل العسكري. هذا غير صحيح، فقد انتهت المواجهة العسكرية بين الحكومة والمعارضة. البؤرتان الساخنتان الوحيدتان على الأرض السورية هما إدلب، حيث توجد هيئة تحرير الشام وهي عبارة عن استنساخ وتجسيد لجبهة النصرة المسؤولة، لكن المنطقة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في إدلب تتقلص، وزملاؤنا الأتراك وبناء على المذكرة الروسية التركية يبذلون جهودا لاستمرار محاربة الإرهابيين وفصل المعارضة العادية عن المجموعات الإرهابية، ونؤيدهم في هذه المساعي. وعليه لا يوجد اقتتال بين الحكومة والمعارضة هناك. والبؤرة الساخنة الثانية هي على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية، ويقترن ذلك تعزيز الأمريكيين للنزاعات الانفصالية، ويلعبون بالورقة الكردية بطريقة غير مسؤولة. قرارهم الأخير في جلب شركة نفط أمريكية للبدء في ضخ النفط لأغراضهم الخاصة دون أي احترام لسلامة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية كما يطالب القرار 2254، يخلق بطبيعة الحال حالة تبعث على القلق بالنسبة لدول عدة في المنطقة وتركيا أيضا. لكن الدول ذات السكان الأكراد فهي كلها تشعر بالقلق من أن هذا لعب بالنار. فقد حذرنا السكان الأكراد في العراق وتركيا وإيران بأن يكونوا جزءا متجانسا من بلدانهم وأن يستمتعوا بكافة حقوق الأقليات القومية. ولكن نعتقد أيضا أنه إذا كنت تحاول تشجيع النزعات الانفصالية فأن المنطقة قد تنفجر، وآمل أن الأمريكيين سوف يفهمون بأنه يتوجب عليهم أن لا يفكروا فقط بالانتخابات القادمة خلال شهر ونصف الشهر، لكن في مستقبل المنطقة، وهي واحدة من أكثر المناطق أهمية في العالم. ونعم، لم أجب على السؤال المتعلق بالعملية السياسية. استأنفت اللجنة الدستورية أعمالها بعد توقف بسبب الإصابات بفيروس كورونا. السيد بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة زار موسكو وكان متفائلا على نحو حذر إزاء تلك العملية، وقد تم استكمال المشاورات الآن حول جدول أعمال الجولة المقبلة للجنة صياغة الدستور. نعم، إن الأمر لن يكون سريعا بالقدر الذي نتمنى، ولكنك لا تستطيع أن تنحو باللوم على الحكومة في ذلك. قد تكون الحكومة أكثر استعدادا وجاهزية، وقد أرسلنا بهذه الرسالة إلى دمشق حتى أثناء زيارتي، لكن نرى بأن موقفها ليس في أفضل أحواله، وهناك بعض الصراعات الداخلية والاقتتال الداخلي بين مجموعات المعارضة المختلفة، ونعتقد أن كل هذا يجب أن يكون مسألة ثانوية بالمقارنة مع المهمة الأساسية للشروع في المفاوضات حول الدستور بصورة جدية، وهذا ما حاولنا إقناع الأطراف السورية به. المحادثات بين روسيا وتركيا حول إدلب تعثرت، وروسيا علقت مشاركتها في الدوريات المشتركة مع القوات التركية وفقاً للاتفاقية المبرمة في الخامس من شهر مارس في العام الحالي. يخشى كثيرون من عملية عسكرية هجومية كبرى سورية روسية على إدلب. هل يمكنك تهدئة تلك المخاوف؟ أعتقد بأنني قمت بالإجابة على هذا السؤال، وهناك مذكرة تركية روسية نافذة بالكامل. تم تعليق العمل في الدوريات المشتركة على طريق M4 بسبب بعض المخاوف الأمنية،
نظرا لاستمرار هيئة تحرير الشام بالقيام بالاستفزازات المسلحة ومهاجمة مواقع الحكومة السورية، وكانوا يحاولون مهاجمة القاعدة الروسية الجوية في حميميم، وقد أكد زملاؤنا الأتراك بأنهم ملتزمون بمحاربة الأنشطة الإرهابية، وكما قلت بفضل العمل على فصل المعارضة العادية المستعدة للحوار مع الحكومة عن الإرهابيين. فما من حاجة للجيش السوري ولتحالف الحكومة السورية لمهاجمة إدلب. الحاجة الوحيدة هي مهاجمة مواقع الإرهابيين وإزالة تلك البؤرة الساخنة للإرهاب التي تعد آخر معقل للإرهابيين على الأراضي السورية بذلك الحجم. يتحمل زملاؤنا الأتراك القسط الأكبر من المسؤولية بموجب هذه المذكرة التي أكدت عليها، وهي أن محاربة الإرهاب سوف تكون المهمة رقم واحد. وأستطيع أن أؤكد لك بأن الدوريات المشتركة على طريق M4 سوف تستأنف قريبا بمجرد هدوء الأوضاع. كافة دول الخليج وجميع الأطراف ومجلس الأمن يؤكدون دائما على الحاجة لحل سياسي بوصفه المخرج الوحيد لحل الصراع اليمني. هل ترى روسيا المقاربة المثلى لحل سياسي من أجل الأزمة اليمنية؟ هل يجب على مجلس الأمن أن يطلع بدور أكبر أو أن يظهر سلطات أكبر إزاء أولئك الذين يعرقلون جهود الحل السياسي؟ نرى أن المسار المستقبلي يكمن بالامتثال المطلق لمقترح السيد جريفيث، وهو المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وبالتعاون معه من قبل كافة الأطراف بما في ذلك الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبطبيعة الحال حكومة الرئيس هادي. على الجميع أن يكون متعاونا. ندعم جهود أصدقائنا في المملكة العربية السعودية على تعزيز الحوار والتفاهم في جنوب اليمن، وندعم أيضا جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود السيد جريفيث التي أعتقد بأنها سوف تكلل بالنجاح إذا ما تعاون الجميع بمن فيهم الرئيس هادي. الشرق الأوسط وآخر اتفاقيات السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل، كيف ترى روسيا اتفاقيات السلام تلك المبرمة بين هاتين الدولتين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى؟ إننا مهتمون للغاية برؤية حدوث كل هذه التطورات، لأننا اتفقنا جميعا على المعايير الرئيسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فهناك عدة قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة، وهناك مبادرة السلام العربية التي صادقت عليها الأمم المتحدة، وهناك المجموعة الرباعية من الوسطاء الدوليين وجامعة الدول العربية، وجهات فاعلة كثيرة ساهمت في خلق جو يفضي إلى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. بطبيعة الحال مع الاحترام الكامل لحقوق الفلسطينيين، ولا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا من خلال الحوار المباشر بين إسرائيل وفلسطين، وأننا نؤيد بشدة إعادة إطلاق هذا الحوار بأسرع ما يمكن، ونحن مستعدون لتقديم مساعينا الحميدة سواء كجزء من الرباعية أو بأي صفة أخرى كعضو دائم في مجلس الأمن، وأننا نرى التطورات الأخيرة بين إسرائيل والإمارات وبين إسرائيل والبحرين بأنها وقائع على الأرض، ونحصل على تطمينات من كافة أصدقائنا العرب بأن هذه التطورات يرمى منها تحسين المناخ في المنطقة، ولن تستخدم بأي شكل من الأشكال على نحو يضر بحقوق الشعب الفلسطيني. لكن يجب علينا أن نرى متى سوف يتم إعادة إطلاق الحوار. شجعنا زملائنا الإسرائيليين وأصدقائنا الفلسطينيين على خلق الظروف واستخدام المساعي الحميدة للأسرة الدولية من أجل إعادة إطلاق ذلك الحوار المباشر، فهو المخرج الوحيد لفهم ما يجب فعله في ظل الظروف الحالية.
حقيقة أن الضم قد تم تأجيله وهو أفضل أن نراه يحدث الآن كما تعلمون، لكن التأجيل لن يحل المشكلة، المشكلة لا تزال موجودة، والحوار المباشر هو فقط الذي يمكن أن يوصلنا إلى حلول مقبولة بصورة مشتركة من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين. ونعم، أعتقد أنني سمعت يوم الأمس أنطونيو غوتيريش يعلن بأنه يتطلع إلى بعض من أشكال الوساطة من جانب الأمم المتحدة، وسوف يكون هذا أمرا مثيرا للاهتمام لنرى ما الذي لدى الأمين العام ليقدمه. سيدي، كنت سخيا معنا للغاية اليوم بوقتكم، وأنني أثمن هذه الفرصة. السيد سيرجي لافرو، وزير خارجية الاتحاد الروسي، شكرا جزيلا على هذه المقابلة الحصرية، ونتمنى لكم الحظ الوافر. شكرا لكم. شكرا.